يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق ولم يذكرها إلا بعد فترة، فما الذي عليه؟ من اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق ولم يذكرها إلا بعد فترة، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه يتمضمض ويستنشق، يغتسل من جديد ويعيد الصلاة التي مضت. نعم، لأن المضمضة والاستنشاق من الاغتسال، داخل الفم والأنف فيه جنابة، لأنه في حكم الظاهر.